انتقل إلى رحمة الله اليوم الأربعاء أحد مفجري الثورة التحريرية المجاهد عثمان بلوزداد عن عمر ناهز 93 عاماً. الفقيد من مواليد سنة 1929 بحي بلكور في الجزائر العاصمة، كان مناضلاً في المنظمة الخاصة وانضم إلى اللجنة الثورية للوحدة والعمل. أول اجتماع حضره الراحل عثمان بلوزداد في 27 أوت 1954 بمنطقة المدنية. الاجتماع كان تحت رئاسة مصطفى بن بولعيد وبحضور كل من محمد مرزوقي، رابح بيطاط، وبالحاج بوشعيب. ويعتبر المجاهد بلوزداد مدبر الهجوم الذي استهدف بترولي موري سنة 1954، وألقي عليه القبض في 7 نوفمبر 1954. وأثناء المحاكمة أعلن عثمان بلوزداد انتمائه لحزب جبهة التحرير الوطنية. كما كان الراحل عضوا في المجموعة 22 التاريخية التي اجتمعت في جوان 1954 وقررت الإعلان عن ثورة التحرير المباركة. ويعتبر آخر فقيد في المجموعة التاريخية التي غيرت مصير الجزائر. رحم الله الفقيد وأسكنه فسح جنانه.